تعالى بقى جاوبتي، تعالى نعمل ايه؟ السمك سيوتان سوا. بجيب السمك القشر بياض بتاعي واقطعه زي ما انت شايف كده مستطيل. اعمل له تتبيله، التتبيله بتاعتي سهله جدا، عباره عن توم، عباره عن خل ابيض، عصير ليمون، ملح وفلفل وكمون، تمام؟ واقلبهم مع بعض، واجيب فرشه واتبل من هنا وهنا الحاجات بتاعتي كلها، السمك. خطواتك كده كلها قدامك يا عم ياسر. اقلب التتبيله بتاعتي كويس، خطواتك كده كلها اهو، واروح جايب فرشه متبله السمك بتاعي عشان استمتع بطعم سويت اند ساور بتريكات وحركات الشيف حسن. السلمون استوى وشلت من عليه الجوه الشوك بتاعه والجلد بتاعه وسبته يبرد. خدي بالك من التركه، وقلنا تقدري تعمليه بالجمبري، بالكاليماري، بالسمك، بالتونه، بنفس الفكره. بنفس الفكره، تمام. نسيبه بتتبل، والفراخ عندي على النار. تعالى كده يا عم ياسر نشوف التفاصيل هنعمل ايه. السلمون بص اهو قدامك اهو، بعد ما عندي خد البخار واستوى قدامك اهو السلمون بتاعي، اروح جايه واخداه كده ويكون بارد، وبعد كده احط له ايه؟ كوبايه بطاطس مسلوقه، معلقه زبده، معلقة زبدة، معلقة كريمة طهي، شوية ملح، شوية فلفل، شوية كاتشب، خدي بالك من التركة، وعندك شوية من الصويا صوص، وشوية من البقدونس، وشوية من الكزبرة، وتدخلي الخليط ده كله مع بعضه، تعمليه في كفتة، سمغيه مع بعضه كويس قوي. اعمليه كفته خالص مع بعض، وكل حاجه تخش مع بعض عشان تعمليه كفته. وبعد ما تسمغيه مع بعض دخليه الثلاجه يتجمد، وبعد كده هنشكله مع بعض. خطواتك كده كلها، دخليه الثلاجه يسمغ، وبعد كده هنشكله مع بعض. ادخله الثلاجه هنا يا عم ياسر يتسمغ، ادخله الثلاجه يتسمغ، وبعد كده هبدا اشكله. ارجع عندي هنا، ارجع عندي هنا السمك بتاعي زي ما انت شايفه تبلتيه وتبلته كويس قوي من كل حته، من الوش ده ومن الوش ده بالتتبيله عشان تستمتعي بالسمك، والفراخ في الصوص بتستوي، والجمبري الجمبري اتقلى، وكمان ايه يا حسن الريفيول اتعمل. تعالى كده زي ما انت شايف كده عم وليد، السلام عليكم. عم وليد الو، ازيك يا حبيبي؟ معاكم سلام. صباح الصباح يا عم وليد. صباح النور. نهارك قشطه يا وليد. امرني. عاوز اسال على ال على ايه يا وليد؟ يا وليد تحت امرك يا وليد، حاول تتصل بينا يا حبيبي، الخط من عندك فيه مشكله. ابطنه بالدقيق كده كويس قوي، خد بالك من التفاصيل اهو والحركات والتكات. اديله صدمه في زيت سخن عميق او معلقه زيت ومعلقه زبده، وبعد كده اعمل الصوص بتاع السويت اند ساور. بس اهم حاجه بطنه بالدقيق ده كده كويس، وبعد كده اعمل الصوص بتاعه واقدمه مع بعض. على ما يتقلي ده مع بعض واعمل الصوص، اعمل لك بقى السلمون كيك. شغل الزيت. السلمون كيك بتاعي عباره عن ايه يا عم حسن؟ اللي انا عملته ودخلته الثلاجه يتسمغ، بعد ما يتسمغ ويبرد كويس هبدا اشكله على شكل برجر، واتبطنه بدقيق وانزله رو بقسماط واقليه مع بعض. خطواتك كده مع بعض. تعالى هنا كده بقى، الزيت عندي سخن بتاع الجمبري اهو، تاكدي من الطبطينه بتاعه الدقيق تسقطيه جواه اهو قدامك اهو. احتاري واختاري بالتفاصيل اللي انت عايزاها، تفاصيلك كلها قدامك اهو. وبعد كده على ما يستوي ده عندي، يستوي قد ايه يا حسن؟ يستوي عندي 75% عشان اكمل السوى جوه الصوص. انا عملت لك الفراخ بالصوص، عملت لك السمك بالصوص، والجمبري هقدمه لك كمان بالصوص كوكتيل، اللي هو عباره عن شويه مايونيز وكاتشب وصلصه حاره مع بعض. يا تفاصيلك، ادي كله قدامك اهو بحركاتك بتكاتك بتفاصيلك. يا جماله، واحده واحده كده مع بعض، تمام؟ اسيبه يستوي. تعالى بقى هنا عندي يا عم ياسر اعلق على الصوص بتاعه، واعمل لك السلمون كيك اللي هشكلها زي البرجر بالظبط، عشان اسويها وأقدمها مع بعض بتركاتك وحركاتك وتفاصيلك. قدامك التفاصيل أهو، السمك عندي والفراخ، تعالى بص كده على الفراخ وتشوف التفاصيل كده يا عمي.
تستمتع بأحلى ريحة كده في البيت بتركاتك وحركاتك يا عم ياسر يا جماله. أما الصوص بقى بتاع سويت اند ساور، معلقة زيت، خدي بالك من التركة، عود بصل أخضر، عود بصل أخضر، معلقة زيت، عود بصل أخضر، وبعد كده أدبل الكلام ده كله مع بعضه بتفاصيلك كده كلها، واروح حطاله ثوم مهروس، يطلع عليا ريحه الثوم، مشروم طازه، فاصوليا خضراء، خد بالك من التريك اهو، فاصوليا خضراء، ده الصوص اللي هقدمه مع السمك، شويه صويا صوص، شويه خل ابيض، شويه عصير ليمون، التركه المهمه شويه عسل ابيض، وشويه كاتشب، واحط له ملح، ملح وبابريكا، والتركه المهمه شطه مع العسل، واقلب كل دول مع بعضه عشان اول شويه شوربه يا مارادونا، اول عندي اول ما يطلع عندي اول ما يطلع عندي هنقله ده كده عشان اجيب هنا اسوي بقى الايه الكفته بتاعتي زي ما انت شايف كده قدامك. اول ما يستوي والسمك عندي ياخد اللون الذهبي الفاتح، لسه ما تستعجليش عليه، السمك قدامك اهو ياخد اللون الذهبي الفاتح لسه خالص. تعالى بقى نشوف هنعمل ازاي السلمون. اجيب دقيق واجيب بقسماط واجيب السلمون بعد ما تسمخ كده، بص عليه، بص عليه كده، ادي السلمون بعد ما تسمخ اهو، وادي دقيق وادي رو وادي بقسماط، اتنين عدد بيضه، اتبلها ملح، فلفل، نص كوباية لبن، أربهم مع بعض كده يا عم ياسر. اللبن عندي زي ما أنت شايف كده قدامك، والسمك بيستوي والفراخ بتستوي في الصوص، يبقى مش ناقصك حاجة غير الإيه؟ السلمون كيك اللي هعملها على شكل برجر، السلمون كيك هتالي يا مارادونا. التركة المهمة تمام كده، أروح جاي حطها كده. خطواتك كده كلها عندك، وآخد السلمون بعد ما تسمغ زي ما انت شايف كده يكون اتسمغ وفي قطعه سلمون، بص جواه كده قطعه سلمون، جواه قطعه الجمبري، الكاليماري، السمك، اروح جاي واخداه كده، بصي وخدماه بايديا كده، بص 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 كده، واضغط عليه اعمله طعميه او برجر، اعمله طعميه او برجر، سلمون برجر. تعالى بقى التريكه المهمه، بصي بطاني دقيق نزليه رو وتسيبيه خالص. تعالى نعمل التانيين. الصوص بقى، بص الصوص بتاع السمك السويت اند ساور، تعالى بص عليه كده عشان تستمتع، بص عليه كده عشان تستمتع، واروح جايه مدياله كبشه شوربه خضار او ميه سخنه بتغلي. يا جمالك يا جمالك يا تفاصيلك يا حركاتك. الصوص ده بتاع السويت اند ساور يا جماله، يا دوبك السمك ياخد اللون الذهبي الفاتح، انزله فيه ياخد الطعم وتقدمي، تعملي بقى سلمون، تعملي سمك، تعملي جمبري، تعملي فراخ كازرول، تعملي رفيولي، احتاري واختاري بين المنيو بتاعنا بتاع النهارده. تعالى كده بقى نخلص السلمون كيك عشان نسويه برضو بقسماتك وحركاتك، اهم حاجه تاخدي الكفته دي وتسمغيها سمغيها 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 سمغيها، وتروحي جايه كده ضغط عليها عاملاها برجر، وبعد كده بطريها في دقيق ودحرجيها. اقدر اشيلها في الفريزر؟ تقدري تشيلها في الفريزر، اهم حاجه تسيبيها زي ما انت شايف كده قدامك اهو، تحل الدقيق عشان تعمل ماده جيلاتينيه، وبعد كده تروحي منزلاها في بقسماط وتدفنيها في البقسماط، تاخد اللي عايزاه وتدحرجيها من الجنب طبق فاضي. تعالى كده اهو قدامك اهو زي ما انت شايف كده قدامك، خدت كل ده قدامك اهو، تروحي جايه مطلعاها، عايزه بقى تخزنيها خزنيها، عايزه تسويها زي ما انا هسويها دلوقتي سويها زي ما هسويها انا دلوقتي. اهم حاجه العجينه تسمغيها كأنك بتعملي كفته بتفاصيلك وحركاتك وتكاتك يا تفاصيلك. تعالى بقى اهو بطن كل حته فيها، نزله الرو، خطواتك كده، عندك زيت سخن عميق، عندك معلقه زبده ومعلقه زيت، سوي زي ما انت عايز، انا قلت لك الافكار وخد الافكار ووظفها لامكانياتك ودماغك انت، مش امكانياتي ودماغي انا، خد الافكار. تقدري تعملي البتاع ده بايه يا حسن؟ بالتونه، هاتي تونه قطع واعمليها بيها، هاتي جمبري واعمليه بيها، هاتي كاليماري واعمليه بيها، سمك فيليه واعمليه بيها، ما تستعجليش على اي حاجه زي ما انت شايف كده قدامك. السمك بدا يستوي اهو، والصوص اثر خالص
هنزله فيها. والفراخ بتقول لك يا تركاتك يا حركاتك. يا عم ياسر بص الصوص بيقول لك يا تفاصيله. عم كريم ازيك يا شيفنا؟ صباح الفل يا عم كريم. ازيك يا شيف عامل ايه؟ كله بونو والحمد لله حبيبي. سلام لكل الغربيه يا حبيبي. امرني يا كريم. عامل ايه يا شيف؟ كله زي الفل يا كريم الحمد لله حبيبي. والله العظيم انت اكلتك بسم الله ما شاء الله، يعني انا مش عارف اوصف لك والله. انت مستمتع والريحه واصله لك؟ الو الريحه واصله لك ومستمتع؟ ايوه 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 ايوه. خد بالك يا كريم بقى النقطه المهمه، الاكل عين اللي بتاكل، استمتع كده وتشبع وانت بتاكل. تحت امرك يا كريم امرني. تحت امرك يا حبيبي. تحت امرك. اتصال من عندك فيه مشكله يا كريم. زي ما انت شايف السلمون هنزله برضو يتسوى بعد ما اديته البقسومات بتاعتي، البانيه بتاعتي، كل تفاصيلك. عملت لك النهارده الريفيولو بتفاصيله، وقلت لك عجنتك تقدري تعملها بيضة او سودة او بيستاش او روز، بين هنضيف حبار او هنضيف سبانخ، معجون السبانخ، او هنضيف معلقه صلصه عشان تعمل ايه الالوان اللي احنا عايزينها. وتقدري تغيري الحشوات اللي انا عاملها، بس انا عامل لك حشوه سبيشيال لو كلتيها هتدعي لي مع الصوص الاحمر بكل تفاصيله وحركاته وتكاته. بعد كده عملت لك الجمبري المقلي، وقلنا العجينه دي تقلي فيها اي حاجه انت بتحلمي بيها. وعملت لك الفراخ الكاستوره اللي هي الكازارول بكل تفاصيلها وحركاتها وتكاتها. وعملت لك كمان السلمون كيك. شوفي ايه امكانياتك واعملي اللي هو مناسب ليكي مش المناسب ليا. الصوص خلاص قصر، السمك استوى خلاص زي الفل. تعالى زي ما انت شايف كده هنغرف السمك ونحط عليه الصوص من فوق عشان تستمتعي بكل تفاصيلك وحركاتك وتكاتك. السمك استوى خد اللون ده، هتفرشيه في البايركس او في الطبق بتاعك وتنزلي عليه بالصوص سويت اند ساور بعد ما قصر كده يا ياسر. بص الصوص بيقول لك يا تفاصيله يا حركاته يا تكاته. احتاري واختاري بين الاطعمه اللي احنا عملناها النهارده، شوف انت حابه ايه، ايه اللي تحت ايدك تقدري توظفيها. فكره الريفولي وجبه لوحدها، فكره فراخ وجبه لوحدها، فكره الجمبري مع شويه صوص وجبه لوحدها. وبعد كده عندك الوجبات الثانيه ايه يا عم حسن؟ اذا كان جمبري او فراخ سمك سويت اند ساور، كل شيء عامله لك وجبه لوحدها، ما تعمليش المنيو كله، احنا عاملين لك خمس افكار، حضرتك تختاري وتحتاري بينهم حسب امكانياتك اعملي اللي انت عايزاه. زي ما انت شايف الريفيولي تقدري تطلعي من العجينه ديت لازانيا؟ تقدري تعملي كالينوني من نفس العجينه؟ تقدري تعملي كالينوني من نفس العجينه. احتاري واختاري بين الحاجات اللي احنا عملناها، انا بقول لك افكار والباقي على حضرتك عشان تستمتعي بكل تفاصيلك وحركاتك وتكاتك. اهم حاجه ما تسيبيش حاجه، عندي حتتين اهم، الصوص جاهز كده خلاص مش محتاج حاجه، والفراخ جاهزه والجمبري جاهز. هفرش السمك بتاعي وبعد كده وبعد كده هنزل عند اهو زي ما انت شايف كده في البقسومات، وبعد كده هبدا عندي معلقه زبده ومعلقه زيت هقلي فيها. عندك واحده اهو، تعال حط هنا عشان واحده عندك اهو، اوريك واحدتين كده هنا وشوية زبدة. يا جمالك يا تفاصيلك. عشان ايه يا عم حسن؟ اخد اتنين تلاتة من دول. بص التركة كده عشان تستمتع، لكن التركات والحركات لها ناسها. انتظروني.